السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناة فن الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نشبك المربعات الجراني دي علشان نعمل بيها مفرش سفرة او انتريه او اي مفرش. وعلشان نعمل التشبيك ده في طرق كتير قوي للتشبيك، وان شاء الله هقول لكم على طريقة تشبيك المربعات دي النهاردة. لو انت اول مرة بتشوفيني ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، واتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ نشبك المربعات دي مع بعضها بطريقة المنزلقة. هنجيب المربعين، هنعمل المربع الظهر على الظهر، وطبعا المفروض ان احنا نبقى عاملين المربعات كلها بنفس الخيط وبنفس الابرة علشان يكون الغرز كلها متساوية قصاد بعضها زي ما واضح قدامكم كده. انا هعمل التشبيك بلون مختلف علشان يبقى ظاهر لكم في التصوير. هنبدأ الاول هنثبت الخيط في منتصف السلاسل المربعات الجراني. احنا عندنا في الزاوية هنا في ثلاث سلاسل، هدخل في الوسط السلاسل وهنا كمان في وسط السلاسل، وطبعا احنا حاطين الظهر على الظهر زي ما واضح كده، وهنسحب الخيط بالشكل ده. هنعمل سلسلة علشان نثبت بيها الخيط، وهندخل على اول غرزة هتقابلنا. احنا عندنا زي ما واضح كده عندنا الغرزة ليها ضلعين، الغرزة عندنا في المربع بيبقى ليها ضلعين على شكل سبعة او حرف V، ونفس الطريقة في المربع اللي قصادها. احنا هنعمل غرزة المنزلقة، هناخد الضلع الخلفي بالنسبة للمربع اللي قصادنا، هناخد الضلع الخلفي وهندخل ناخد الضلع الامامي بالنسبة للمربع التاني زي ما واضح كده قدامكم. احنا خدنا الضلع الخلفي، هناخد الضلع الامامي في المربع اللي قصاده وهنعمل منزلقة. هنسحب الخيط وهنطلع بيها من على الحلقة اللي على الابرة. هعملها تاني، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، هدخل في الضلع الخلفي وهاخد الضلع الامامي في المربع اللي قصاده وهنعمل منزلقة. هناخد الضلع الخلفي والامامي من اللي قصاده هنعمل منزلقة. هنسحب الخيط ونطلع من الحلقة اللي على الابرة. بالشكل ده اول طريقة من طرق تشبيك المربعات، مربع الجراني او اي مربع زي ما واضح كده. وبالشكل ده هتكون شكل الغرزة زي ما واضح كده قدامكم. دي شكل الغرزة لو حبينا نعملوها من الشكل ده، هيكون من امام المفرش او من وش المفرش اللي احنا هنعمله. طبعا هي ممكن تبقى بنفس اللون فما يبقاش باين بالشكل ده، هيبقى او لو انت حابة تعملها بلون مختلف برضو مفيش مشكلة، هتبقى شكلها حلو زي ما واضح قدامكم كده. ممكن نعمل بقى نفس الغرزة دي بس بظهر الشغل، بحيث ان احنا هنجيب المربعين هنحطهم قصاد بعض الوش على الوش كده، وهنشتغل بنفس الطريقة بحيث هيكون الوش هيكون بالشكل ده. شايفين الشكل اللي على الظهر ده هو اللي هيكون في الوش. لو احنا حبينا نعمل الوش على الوش ونشتغل الشغلة ديت من نشتغل الغرزة دي من الظهر زي ما واضح قدامكم كده، هتبقى الغرزة بالشكل ده من الوش. لو احنا عملنا زي ما عملنا دلوقتي هتبقى الشكل ده من الوش، من وش المفرش كده. تشبيك هيبقى بالشكل ده زي ما واضح كده قدامكم. لو انت حابة تعملها بلون مختلف او بنفس اللون مفيش اي مشكلة زي ما انت حابة. دي طريقة من ضمن الطرق بتاعت تشبيك المربعات. احنا دلوقتي هنعمل طريقة تانية للتشبيك برضو بنفس الطريقة، وبرضو هنعملها بغرزة المنزلقة، ولكن هناخد الغرزة كلها معانا. يعني احنا هنشبك برضو
في الغرزة اللي في الوسط، في السلاسل اللي في الزاوية. هندخل الخيط، هنسحب الخيط كده بالشكل ده، وهنعمل سلسلة عشان نثبت الخيط في المربع. وطبعا احنا حاطين الظهر على الظهر برضو، الوش اللي قدامنا. وهنشتغل في غرزة منزلقة، ولكن هناخد الغرزة كلها معانا، هناخد الضلعين معانا في المربع ده وفي المربع اللي قصاده، هناخد الضلعين معانا زي ما واضح قدامك كده. خدنا الضلعين معانا، الضلع الغرزة كلها بالضلعين هنا وهنا في المربع ده والمربع ده. وهندخل نسحب الخيط وهنعمل برضو منزلقة بالشكل ده. هندخل هناخد كل الضلعين معانا كده هنا وهنا، وهنعمل منزلقة. هنفضل ماشيين بقى، يا رب تكون واضحة معاكم. هناخد الغرزة، هناخد الضلعين معانا، وهناخد الغرزة اللي قصادها برضو الضلعين معانا. نخلي بالنا علشان الضلع الخلفي بيبقى نازل لتحت شوية، نركز كويس ان احنا بناخد الضلعين زي ما واضح كده قدامكم. وهنسحب وهنعمل منزلقة. زي ما واضح قدامكم كده الغرزة هتكون بالشكل ده من قدام، وبالشكل ده من ورا. ممكن نعمل الغرزة دي وتكون الوش على الوش، هتطلع شكلها احلى برضو. يعني احنا لو عملنا الغرزة دي بحيث نحط المربعين على المربعين الوش على الوش كده، ونعمل نفس الغرزة، ناخد الغرزة كلها معانا ونعملها، هيبقى التشبيك بالشكل ده من الامام، هيبقى وش المفرش بالشكل ده. وانا افضل ان الغرزة دي تكون من قدام احسن من الغرزة التانية، يعني الشكل ده مش حلو قوي. احنا لو عكسنا، لو حطينا المربعين الوش على الوش وعملنا نفس الطريقة، هتكون الشكل هيكون اظرف واحسن، يعني شكل التشبيك كده احسن زي ما واضح كده قدامكم، مش هيبقى باين غير حاجات بسيطة. طبعا احنا لو حابين نعمل بلون مختلف وعايزين نبين اللون هنعمل الطريقة دي، لكن احنا لو عاملين بنفس اللون فمش فارق معنا ان احنا نبين اللون، لان اللون مش هيبان في كل الاحوال، فهنعمل التشبيك بالشكل ده، هيكون شكله احلى، التشبيك هيكون بالشكل ده اظرف. هنعمل الطريقة التانية، هنحط وش المربع على وش المربع، هنحط الوش على الوش بحيث يكون من هنا الظهر ومن هنا الظهر، وهنشبك هندخل الخيط معانا من بالشكل ده. طبعا زي ما قلت قبل كده هندخل في الزاوية بالشكل ده، وهنعمل سلسلة نثبت بيها الخيط، وبعد كده نعمل الغرزة بتاعتنا. هناخد الغرزة كلها معانا، مش هناخد ضلع بقى، هي حرف الفي بيبقى ضلعين، هناخد الضلعين معانا. طبعا احنا بنشتغل على ظهر الشغل، احنا حاطين المربعين على الوش والظهر هو اللي قدامنا، ومن الناحية التانية كمان الظهر. هندخل في حرف الفي كله من هنا، وهندخل في حرف الفي كله من المربع التاني، وهنسحب الخيط معانا وهنعمل المنزلقة. هنسحب هندخل الغرزة في حرف الفي كله في الضلعين بتوع حرف الفي، وهناخد الضلعين بتوع حرف الفي في المربع التاني، وهنسحب الخيط وهنطلع بمنزلقة من الحلقة اللي على الإبرة. بالشكل ده هنمشي السطر كله، هندخل ناخد الضلعين معانا ومن المربع اللي قصاده هناخد الضلعين، وهنعمل منزلقة. نسحب الخيط ونطلع نعمل منزلقة بنفس الطريقة، هناخد
اللي قصادها كده، وهنطلع نعمل منزلق. هناخد الضلعين معانا، هناخد الضلعين اللي في المربع اللي قصادها، الغرزة اللي قصادها بالظبط، ونخلي بالنا عشان ما نفوتش غرز الغرزة اللي قصادها بالظبط. وهنسحب الخيط بالشكل ده، وهنطلع من على الحلقة اللي على الإبرة. هنكرر زي ما واضح كده قدامكم، الغرزة هتكون بالشكل ده، ده من الوش وده من الظهر. طبعا علشان تطلع من الوش بالشكل ده احنا بنحط الوش على الوش، وهنشتغل من الظهر بالشكل ده كده. هنعمل بقى الطريقة اللي بعد كده، هتكون بإبرة التنظيف مش بإبرة الكروشيه خالص. هنمسك الخيط وهنلضمه فيه إبرة التنظيف، هناخد جزء كويس كده عشان يكفي، وهنقص الخيط، وبعد كده هحط المربعات الظهر على الظهر زي ما واضح كده. هجيب الظهر على الظهر كده، هيبقى وش المربع قصادي كده، ومن الناحية التانية كمان وش المربع، يبقى الظهر على الظهر كده. هاجي من ظهر المربع الأولاني وهثبت الخيط معانا بالشكل ده كده. هثبت من الظهر كده، وهعديه بقى من الغرزة عندنا كده. طبعا هناخد الضلعين بتوع حرف الفي معانا، هناخد الضلعين معانا بالشكل ده. هندخل من هنا كده، بعد كده هحط المربع على المربع بالشكل ده، وهدخل من ورا كده المربع التاني، وهسحب الخيط وهدخل فيه نفس الغرزة اللي انا طالعة منها دلوقتي عشان نثبت الخيط في الاول كده. ادي اول غرزة معايا، بعد كده هدخل من ورا المربع اللي ورا تحت الضلعين بتوع حرف الفي، وهدخل في المربع في الغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي قصادها بالظبط، وهعمل بالشكل ده كده. هتبقى الغرزة معايا بالشكل ده. هدخل برضو من اللي بعدها من المربع التاني مش اللي قدامي، وهدخل في الغرزة في المربع اللي قدامي، وبعد كده هسحب الخيط بالشكل ده. طبعا احنا ما نشدش الخيط جامد ولا نرخيه جامد ولا نشده جامد، بحيث تكون الغرزة معدولة ومش مشدود المربعات معانا. هندخل وهنعمل كده، زي ما انتوا شايفين كده. هناخد الغرزة كلها وهندخل على الغرزة التانية اللي قصادها كلها، وهنعمل وهنشد الخيط بالشكل ده، وهتكون شكل الغرزة بالشكل ده، وهيكون من الظهر كده. ده هيكون شكل الظهر، طبعا احنا هنخفي كل الزوايد دي. ده هيكون شكل الظهر بالشكل ده، وده شكل الوش بالشكل ده. طبعا الغرزة ديت لو انت حابة تعمليها بلون مختلف هيدي شكل حلو جدا، طبعا يكون لون لايق على اللون اللي انت شغالة بيه، هيكون شكله حلو قوي. كمان دي طريقة كمان، احنا ممكن نعمل نفس الغرزة ولكن هنعملها ازاي. مش هناخد الغرزة معانا كلها، مش هناخد الضلعين بتوع الغرزة كلها، احنا هناخد الضلع الامامي، هناخد الضلع الامامي من المربع اللي ورا،
والضلع الخلفي من المربع اللي قدامنا، وهنعمل نفس الغرزة برضو. هنعمل كده، هناخد الضلع الامامي وهناخد الضلع الخلفي وهنطلع كده. هنعمل نفس الطريقة ولكن مش هناخد الغرزة كلها، هناخد الضلع الامامي من المربع اللي ورا، وهناخد الضلع الخلفي من المربع اللي قدامنا، وهنشد الخيط كده زي ما واضح كده. هناخد برضو، هنكرر تاني، هناخد الضلع الخلفي او الضلع الامامي من المربع اللي ورا، وهناخد الضلع الخلفي من المربع اللي قدامنا. وطبعا زي ما انا قلت قبل كده ان احنا حاطين الظهر على الظهر. وبالشكل ده هتكون الطريقة اللي بعد كده. برضو لما نفرد الشغل هيكون الشكل ده. وانا حابة اكتر ان احنا ناخد ضلع واحد من الغرزتين، هيكون شكلها اشيك واحلى. ده شكل وده شكل، واللي انت حابة اعملي بيه بنفس الطريقة، ولكن هنا بناخد الغرزة كلها وهنا بناخد ضلع واحد من الغرزة زي ما واضح قدامكم كده. وده الظهر بتاعها هيكون بالشكل ده. الظهر طبعا مش مختلف، الظهر واحد، لكن من الوش هيكون مختلف. ده شكل لو خدنا الغرزة كلها، وده الشكل لو خدنا الضلع الامامي من المربع ده وخدنا الضلع الخلفي من المربع ده زي ما واضح كده قدامكم. في طريقة تانية بقى خالص، برضو منزلقة، برضو بإبرة الكروشيه، ولكن مختلفة عن اللي عملناها قبل كده، هوريها لكم دلوقتي. هنعمل بقى الطريقة التانية، الطريقة اللي بعد كده. هنمسك المربع، هيبقى وشه لينا بالشكل ده. هندخل بالإبرة في الزاوية او الفتحة اللي في الزاوية الناتجة عن ثلاث سلاسل اللي كنا بنعملها في الغرزة، وهندخل وهنسحب الخيط. الاول هنعمل عقدة البداية في الخيط، وبعد كده هندخل زي ما قلت لكم، هندخل في الزاوية دي او في الفراغ ده، وهنسحب عقدة البداية معانا بالشكل ده كده زي ما واضح كده. بعد كده هناخد المربع اللي بعد التاني، وهنعمل ده وش المربع. هندخل من قدام بالشكل ده، هيبقى الخيط تحت منه كده. هنسحب الخيط وهنطلع من الزاوية برضو بالشكل ده من المربع اللي التاني، وهنطلع بيها منزلقة. هنعيد الكلام ده في الغرزة اللي بعد كده. هدخل في اول غرزة عندي وهسحب الخيط في المربع الاولاني، هسحب الخيط وهعمل منزلقة. وبنفس الحلقة اللي معايا على الابرة هدخل في الزاوية الغرزة اللي قصادها في المربع التاني. طبعا بندخل على الغرز كلها، على حرف الفي كله، وهسحب الخيط وهدخل اعمل منزلقة. هعمل منزلقة لكل غرزة لوحدها في كل مربع لوحده، ويبقوا مشبوكين في بعض بالشكل ده كده. هطلع بالشكل ده وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة. هعملها تاني، هدخل تحت حرف الفي كله وهسحب الخيط المربع اللي قدامي، هسحب الخيط وهطلع اعمل منزلقة. بعد كده هدخل في المربع التاني، الغرزة اللي قصادها بالظبط بالشكل ده، وهسحب الخيط كده وهطلع من تحت الحلقة اللي على الإبرة. هعمل منزلقة برضه بنفس الطريقة، هعمل منزلقة لكل غرزة لوحدها بس متشبكين في بعض، لكل مربع لوحده أقصد، بس متشبكين في بعض. هدخل في الغرزة اللي بعد كده، هسحب الخيط واعمل منزلقة عادي جدا في أول مربع زي ما واضح كده. احنا عملنا منزلقة في المربع الاولاني لوحده. بعد كده هدخل من فوق المفرش بالشكل ده كده، من فوق، من الوش من فوق كده، هدخل في الغرزة وهسحب الخيط اطلع بيه واطلع بيه من الحلقة اللي على الابرة، وكده منزلقة لها لوحدها.
هدخل تاني في عندنا بقى في فراغ في المربع الجيراني، هدخل في قلب الفراغ كده وهسحب واعمل منزلقه برضو. بعد كده هيبقى في المربع اللي قصاده فراغ برضو، هدخل من فوق الفراغ كده وهسحب الخيط واطلع برضو منزلقه بالشكل ده. يا رب تكون الغرزه واضحه معانا زي ما واضح كده قدامنا. الغرزة هتكون بالشكل ده. هكمل برضو علشان تبقى الغرزة واضحة قدامكم. هدخل في اول غرزة هتقابلني وهعمل منزلقة، هاخد الخيط واعمل منزلقة بعد كده هدخل من الغرزة اللي قصادها في المربع التاني، والخيط هيكون تحت المربع بالشكل ده، وهسحب واطلع من على الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. اعمل اللي بعدها واطلع منزلقة. بعد كده هدخل في اللي بعدها هنا واطلع برضو منزلقة. يعني هعمل منزلقة في كل مربع لوحده وهم متشبكين في بعض بالشكل ده. هدخل هنا اخد واعمل منزلقة، هدخل في الغرزة اللي قصادها من فوق زي ما واضح كده، هدخل في الغرزة المربع اللي قصادها، المربع التاني من الغرزة اللي قصادها، وهدخل من فوق بالشكل ده، والخيط هيكون تحت المربع، هسحب الخيط وهطلع من الغرزة اللي على الإبرة بالشكل ده كده. وبالشكل ده بيكون شكل التشبيك، يبقى شكلها حلو قوي. وكمان لما نعمل بقية المربعات بيكون شكل التشبيك متواصل بقى كله مع بعضه، بتكون جميلة جدا وتبقى حلوة قوي. كمان لو دخلنا لون مختلف بيبقى شكلها حلو قوي. الاختيار ليكي طبعا، سواء تعمليها بنفس اللون او لون مختلف الاختيار ليكي. زي ما واضحة قدامكم كده من قريب، عشان تشوفوها واضحة من قريب، شكلها شيك قوي وجميلة جدا، وخصوصا لو كانت كمان بلون مختلف زي ما واضحة كده قدامكم. هنعمل اخر طريقة معايا النهاردة بالنسبة للتشبيك المربعات. اول حاجة هنعمل عقدة بداية في الخيط بالشكل ده. بعد كده هنمسك المربع وهدخل من قدام كده في الفراغ الناتج عن السلاسل اللي في الوسط في الزاوية بالشكل ده، وهدخل اخد عقدة البداية او الخيط بتاع عقدة البداية بالشكل ده، وهعمل سلسلة. بعد كده هاخد المربع التاني، هنحط برضو الظهر على الظهر بالشكل ده كده، وهدخل اسحب الخيط وهدخل فيه المربع اللي فوق، وهاخد طبعا خيط البداية ده معايا اداري معايا، هدخل في المربع ده تاني في نفس اقصد هدخل في المربع ده في الفراغ ده كده تاني، وهدخل في الفراغ اللي قصاده وهسحب وهعمل غرزة حشو في نفس الغرزة كده في نفس الفراغ اقصد. بعد كده هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور من قصادها بالشكل ده، وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو، وهاخد السطر كله بالشكل ده. هدخل في الغرزة اللي في المربع اللي قدامي والغرزة في المربع التاني، طبعا هدخل في اخد الغرزة كلها على بعضها حرف الفي كله واعمل غرزة حشو. وبالشكل ده طبعا خيط البداية معايا تحت الغرز كده اداري معايا زي ما واضح كده. هيجي عليا الفراغ او الدور على الفراغ اللي قصادي والفراغ اللي في المربع التاني بالشكل ده، هدخل وهسحب الخيط من قلب الفراغ وهعمل غرزة حشو، وهكمل بنفس الطريقة. هدخل على كل غرزة وهعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. هدخل في الغرزة كده وهدخل كده وهدخل واعمل غرزة حشو.
بعد كده اخر حاجة عندنا الفراغ هنا اللي في الزاوية والفراغ اللي في الزاوية، وبعد كده هعمل فيها غرزة حشو، وهتكون الغرزة بالشكل ده وهنفردها هتكون بالشكل ده، الغرزة هتكون معانا بالشكل ده كده زي ما واضح كده قدامنا. المربع هيكون تثبيته بالشكل ده معانا، وهنثبت كل المربعات بالشكل ده لغاية ما نوصل للحجم طبعا اللي احنا عايزينه، سواء مفرش انتري او مفرش صفرة او اي حاجة بنعملها او بطانية للبيبي او اي حاجة، هتكون بالشكل ده التشبيك. وبالشكل ده اكون قلتلكم على طرق التشبيك في مربع الجراني، واتمنى اكون قدرت افيدكم بالمعلومة وتكون سهلة عليكم. واتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبك، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، وياريت تقوليلي رأيك في الكومنتات، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.